مرحبا، أنا وليد أحمد، وعايزين في الفيديو ده نشوف الطريقة بتاعة التسجيل بالنسبة للأونلاين كورسز. هندخل على الموقع بتاع codesudan.io، نلاقي فيه مجموعة بتاع البرامج اللي بيقدموها في كود سودان. واحدة من أهم البرامج اللي بنقدمها في كود سودان هي الأونلاين كورسز. أول ما نضغط على الأيقون هيدخلنا للصفحة بتاعة الأونلاين كورس المتوفرة حاليا. فعندنا كورسات لها علاقة بالمجال بتاع تطوير الويب، الفرونت اند ديفلوبمنت باستخدام الفلتر، وعندنا البرنامج الجديد اللي هو كوتلين. لو محتاج انه انا اسجل في واحد من البرامج دي، لابد اول حاجة اعمل تسجيل كستودنت. صفحة هنا اسمها student registration، اول ما اضغط عليها بحتاج انه انا املأ التفاصيل بتاع التفاصيل الشخصية بالنسبة لي، الاسم، ايميل والتفاصيل دي. مثلا خلينا نسجل last name، خلينا نسجل user name بتاعي، ممكن اختار اي باسورد معين وادخل الايميل بتاعي واعمل register. كان لي رسالة ان sorry user name is already exist، محتاج ان انا اغير، ممكن اضيف عليه اي حاجة. مثلا أضيف عليه رقمين، تمام. بكده بقيت مسجل as a student في كود سودان. محتاج إن أنا أضيف الكورسات اللي أنا داخل فيها، ال enrollment أو ال enrolled courses. بمشي للصفحة بتاعت ال courses الموجودة من all courses، بختار البرنامج المعين اللي أنا عايز أسجل فيه، فليكن كوتلين. بعمل add to cart، بعديها بتأكد إن الكوانتيتي بتاعتي عبارة عن 1، وبعمل proceed to check out. هنا بملأ التفاصيل الخاصة بالنسبة للفاتورة، اسم، last name، town، لابد ان انا انزل الايميل بتاعي. لو محتاج انه اضيف اي انفورميشن زياده ممكن ان انا اضيفها هنا. بعديها بعمل place order. بعد الخطوه دي طبعا بيكون محتاج ان انا اسدد الرسوم بتاعه الكورس الموضحه بالنسبه لي، هي المبلغ بتاع 2000 جنيه. واول ما سددت الرسوم بعديها بنتقل ل الداشبورد بتاعي هنا، وبلاقي انه الكورس ادوني اكسس بالنسبه له. غالبا المدة بتاعت الفريق ما بين السداد وما بين دخول الكورس ما بتتجاوز الـ5 ساعات. بعديها بقدر انه انا اتمتع بكل الفيديوهات الموجودة في الكورس، الكويزز، وكل المحتويات بتاعت الكورس. ده كل شيء بما يخص موضوع التسجيل. ان شاء الله يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم.